ملكة الاعتمادية وكاميرا مشبرة سوبارو اكس بي. كملوا معانا الاخر عشان تعرفوا ليه. بالنسبة لوش العربية بيجي بتصميم هجومي اكتر من الجيل السابق، بخطين حادين في الكابوت وفي الاكسدام الامامي، والشبكة برضو متغيرة عن الجيل السابق، والفوانيس الفول ليد وتحتيهم الفجات الهالوجين. نيجي لجنب العربية هنلاقي أول حاجة هتقابلنا هي الجرانت 2 تون 17 بوصة، شكله حلو جدا. وبعد دي رفع العربية شوية مخليها ارتفاع العربية 22 سنتي بالظبط من أوطى نقطة لغاية تقريبا الحتة دي بالظبط. والشكل ده مختلف شوية عن الجيل اللي قبله، يعني مش كتير يعرف. في هنا خطين حادين كده شوية عن الجيل اللي فات، ده مش موجود بس. ومعاهم الفوانيس كده جاية بشكلها حلو، شكلها لطيف كده الحتة دي، ومعاهم الروف راك وطبعا الازاز المرفيم. ودي بالنسبه لي احلى. ظهر العربيه بيجي بتصميم احلى كتير من الجيل السابق، خصوصا في سحبه الفوانيس الجديده اللي يعتبر هو الفانوس تقريبا كله ليد ما عدا الاشاره ونور الرجوع لورا، ومعاهم نور الفوج اللي تحت ومعاه عكس الناحيه الثانيه ونور الفرامل اللي فوق، وبعد كده المساحه اللي على الازاز والشنطه. الشنطه هنا بتيجي ب 380 لتر، هي مش اكبر شنطه في منافسينها، وفي روف زي كده علشان يعني تخبي لو انت حاطط حاجه في الشنطه او كده. دي بتيجي 380 لتر، هي مش اكبر شنطه في منافسينها بس انا شايف ان هي كويسه، يعني مش هتحس ان هي ضيقه. هنشوف مع بعض جوده التقفيل بتاع العربيه، وهي فعلا مشهوره بالبريميوم والسوفت تاتش في كل حته، وده فعلا يعني شيء موجود. بالنسبة لأول حاجة في الباب اللي فوق ده كله سوفت تاتش، بياخد ويدي كده مبيعملش أصوات، وبينهم الكربون فايبر، يعني تقريبا ده كربون فايبر، أنا مش متأكد والله بس تقريبا. وبينهم المقبض الكروم، وده زي كده تريم ألومنيوم، بس هو شكله شبه الألومنيوم بس هو مش ألومنيوم يعني. وده المسند بتاع الكوع برضو جلد وفي ستيتش اورنج، وبينهم هنا برضو جلد مخرم شكله حلو قوي. ومن اول هنا بقى كله بلاستيك اللي هو من النوع اللي بيخرفش، من اول هنا كده بقى. بس يعني برضو جودته حلوه، وبرضو مش بيعمل اي نوع من انواع التزييق، وجوده التقفيل كلها ممتازه. وده التحكم بتاع الازاز والمرايات والضم بتاع المرايه. بالنسبه للمساحات اللي في الباب، هي بتاخد تقريبا ازازه كبيره، يعني ممكن تضايقك شويه وانت سايق بس يعني هتاخدها، وممكن هنا بقى المحفظه او اي حاجه من دي، بس المساحات كويسه جدا. بالنسبه للباب اللي ورا، طبعا كعاده المصنعين ان هو يعني بيبخل على البيبان اللي ورا، انا مش عارف ليه الصراحه. هنا يعني هو بلاستيك خشن شويه، ما فيهوش اي نوع من انواع السوفت تاتش، بس برده مش بيزايد يعني، ودي حاجه حلوه. وهنا في نفس الجلد اللي قدام المخرم، وده نفس كربون الفايبر اللي قدام بس ده ستيكر مش حقيقي، والمقبض الكروم، والمسند بتاع الكوع برضو جلد زي اللي قدام، وفي ستيتش الاورنج الموجود في العربيه كلها، وده الازاز بس كده يعني. ومن اول هنا بقى برضو كله بلاستيك، وهنا من فوق زي ما انا قلت بلاستيك. بالنسبه للمساحه اللي في الباب الخلفي، هي يعني ما اظنش ان هي تاخد الازاز دي خالص، لا مش هينفع خالص، وخصوصا اصلا المساحات مش كبيره في الصالون، فهتضايق يعني. ممكن صغيره، وبرده اي حاجه هنا صغيره جنبها كده. بالنسبه للمساحات الخلفيه بتاعت العربيه، يعني هي مساحات الراس انا شايف ان هي كويسه جدا، خصوصا ان انا طويل مش قصير، انا تقريبا 186 حاجه زي كده. وبالنسبه للرجل، طبعا الكرسي ده مقدم عن الطبيعي جامد، لا يعني هي مساحه رجلي حاليا كويسه، بس اللي قدام مش عارف هيبقى مستريح قوي ولا لا، بس يعني ايه علشان هنراعي بعض يعني. العربيه عموما مش اوسع عربيه في فئتها، ويعني هي مساحتها مش ضيقه بس هي كويسه. وفي هنا مسند، والكراسي برضو كلها بتاعت العربيه جلد، وفيها نفس الستيتش الاورنج اللي انا كنت وريته لكم في البيبان. دي بقى المشكله، مفيش هنا اي نوع من انواع التهويه كتكييف او وصلات يو اس بي او اي حاجه، كانك هنا انت قاعد في صحراء، قاعد زي الكرسي اللي انت قاعد عليه بالظبط. نيجي لاول شاشه في العربيه، هي الشاشه اللي قدامي في العدادات دي، التحكم فيها من الزرارين اللي تحت دول وزر الست في النص. لما بدوس يعني لما بدوس على الاسهم دول بيغير في المنيوز اللي قدامي. اول منيو جايالي دي عدد الساعات اللي انا مثلا كنت سايقها، وبتجيب لي تحذيرات لو انا مثلا سايق بقالي فتره، بتقول لي مثلا ريح شويه كده يعني.
المنيو اللي بعدها الاستهلاك الانستنت بتاع البنزين في الدوسه، والرينج بتاع البنزين، الرينج بتاع الكيلوات البنزين يمشينا قد ايه يعني، وده افريج الاستهلاك. المنيو اللي بعدها لما بدوس على هولد السيت ده، زرار السيت، بيدخلني جوه بقى الورنينج، التحذيرات زي ما قلت لكم، والاي سايت هنتكلم عنه في الشاشه اللي فوق دي. وبس كده نيجي للمنيو اللي بعدها، وهي بتجيب لك السرعه وبس كده. بالنسبه للشاشه اللي اتكلم عن كل حاجه يعني في الستيرنج بتاعه العربيه او التكييف، وهوريكم دلوقتي اللو الاثنين دول بتوع التكييف، وبينهم المراوح والوضعيه بتاعه التكييف اللي هو على الوش او على الرجل او كده، ودرجه الحراره جنبهم، والساعه النهارده 27 الحمد لله. لما بندوس على زرار انفو ده بيجيب لك يعني، وانا بلف بيبان ان الطاره بتلف معايا في الشاشه، ده اوبشن لذيذ قوي كده مسلي وانت سايق. والنيجاتيف 1 دي ده زاويه الانحدار بتاعت العربيه، يعني العربيه مايله واحد درجه لتحت مثلا، هي دي معناها يعني. بيجيب لك برضو درجه حراره الميه والزيت وافرج السرعه اللي انت كنت ماشي عليها. ودي البارتيشن الخاص بالنافيجيشن، سواء بقى اخش يمين كمان 100 متر مثلا او حاجه بتتكتب لك هنا. ودي البلوتوث والاغاني اللي انت كنت مشغلها واغاني اللي انت بتحبها وكده يعني. ده الافريج بتاع السرعه والاستهلاك. الاستهلاك افريج عامل 9.6، والرينج عامل 460 كيلو هنا، وده يعتبر كويس. الشاشه هنا، ودي الشاشه الرئيسيه بتاعت العربيه. الشاشه دي بتيجي فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بس هي فيها حاجه غريبه ان هو مقفول من التوكيل، لازم تروح تفتحه من التوكيل. وليه يعني انا ليه مش عارف صراحه الاوبشن ده، طالما موجود في الشاشه يبقى المفروض ان هو افيلبل يعني. بتجيبها المفروض من ابس هنا، بس يعني هي زي ما قلت لكم هي مقفوله بس. وفيها بقى الماب، وفيها يعني فيها كل حاجه انت عايزها. طبعا انت هتحتاج الابل كار بلاي والاندرويد اوتو اكتر، ودي ليها كنترول زي شورت كاتس كده للشاشه، الصوت ومحطه الراديو، وهنا بقى الماب والابس زي ما قلت لكم والميديا. وبالنسبه للتكييف هنا هو دول زون، ويعني احلى حاجه بس ان هو زرار اون واوف، من زرار ادوس كده هو يقفل على طول، ودي احلى حاجه يعني. اغلبيه العربيات لازم اقعد اقلل المراوح. بالنسبه للزرارين اللي هنا، ده الاوتو فييكل هولد زي الاوتو هولد كده بتاع العربيه، وده الاكس مود بتاع الدفع الرباعي، وده الاوتو هاند بريك. وفي هنا مكان فاضي انا مش عارف ليه الصراحه، بس يعني بالنسبه لمخارج اليو اس بي في العربيه، هم في مخرجين هنا من تحت دول، وفي مخرج زي اي او اكس كده ولاعه، والمقبض بتاع الفتيس جاي بيانو بلاك من فوق كده، هو بيتحرك حركة عادية مش زي المقابض الفتيس الجديدة اللي هي درايف باي واير والكلام ده. البي والار هنا وبيانو بلاك مع التريم هنا من فوق، والجلد ستيتش بالاورنج زي اغلبية العربية، وبرضو هنا موجود الستيتش، وهنا في نفق الفتيس اهو. فالتقفيل كويس جدا بتاع العربية، ممتاز الصراحة. بالنسبة برضو لوصلات اليو اس بي، في هنا اتنين يو اس بي، وبرضو مخرج ولاعة غير اللي انا وريته لكم عند الفتيس. طبعا احنا النهاردة راكبين عربية ياباني، تقفيل كمان ياباني، فتكييف زي ما بنقول كده ده تكييف تلاجة. احنا عاملين مروحة على اتنين عشان يعني مش عايزين نعلي علشان المايكات وكده، بس لو اقلل كده هنسيح يعني، فاعذرونا لو في صوت وش ولا حاجة. طبعا زي ما انتم شايفين احنا في حته مكسره شويه، زي ما انا قلت لكم التقفيل بتاع العربيه كويس جدا، فمش هتلاقي اي نوع من انواع التزييق يعني. تقريبا دلوقتي ماشي بتاع 20، بصوا في حته مكسره بايظه خالص ازاي، والعربيه ماسكه نفسها. وطبعا عشان الدفع الرباعي الممتاز بتاع سوبارو، الدنيا بيس خالص، كل حاجه يعني مش كل حاجه تحت ايدك، مش حاسس ان العربيه فقدت السيطره ولا حاجه. انا شايف ان العربيه ممتازه ماسكه نفسها، والعفشه بتاعتها بتمتص الصدمات كويس، خصوصا ان الجنط بتاعها 17، مش يعني انا شايف ان الجنط ده مقاسه يا دوبك، لو كبرنا اكتر من كده دبدبه بقى ووجع ظهر وحاجات هي ملهاش لازمه في عربيه اس يو في عائليه زي دي الصراحه. طبعا اهم حاجه في عربيه زي دي هي انظمه الامان، فانظمه الامان في العربيه دي ممتازه، بتيجي بسبع ايرباج، اتنين ايرباج، واحدة في الطرق هنا وواحدة هنا، واتنين
اتكلم عن الموتور والفتيس وآلات الضرب بتاعت العربية. والعربية بتيجي بموتور 1600 سي سي ان اي، وهو التنافس الطبيعي اللي هو من غير تيربو تشارج او حاجة. ده بيجي 114 حصان و150 نيوتن متر عزم، متوصل بفتيس سي بي تي 7 نقلات بتحاكي السبع نقلات. طبعا انتوا عارفين السي بي تي هو مش نقلات ولا حاجة، هو فتيس كده بيقعد يغير وضعية الشكل بتاعته من غير يعني ما اخش في تفاصيل بالظبط، بس هو بتحاكي السبع نقلات يعني. وده فتيس طبعا اعتمادي جدا، هو طبعا مشكلته ان هو بيبطئ الطلعة وبيموت الارتقاء بتاع العربية، خصوصا لو انت مش والعربية بتيجي مع الخلطة دي بدفع رباعي مستمر للعجلات، مشهور جدا من سبارو من ايام الرولي، واي حد طبعا دور على الكوت اكيد فاهم قصدي كويس. ده برضو بينقلنا لنقطة ثانية، نقطة العفشة. العربية بتيجي بعفشة دبل مش بول، ودي يعني عفشة رياضية جدا عاملة زي المالتي لينك يعني، هي تقريبا نفس الفكرة وما بتقلش عنها ثبات خالص. وده بقى يعني دليل ان العربية ثابتة جدا، العربية فعلا من اثبت العربيات اللي موجودة في فئتها، وممكن تكون اثبت كمان من عربيات اغلى منها. اي نعم الموتور بتاعها يعني مشهور ان هو مش بيجري او، بس مع ان هو مش بيجري هو ثابت جدا يعني. والعربية دي مشهورة قوي مصطلح عندنا كده كاحنا كار جويز يعني، هي كنبة على رأي سيف. نيجي لنقطة التوجيه بتاع العربية. التوجيه بتاع العربية حاد جدا يعني، برضو العادة بتاعت سوبارو، سوبارو برضو مصنع كبير وقديم، فبالنسبة له التوجيه ده حاجة هبلة قوي يعني، ما فيهوش اي نقط ميتة خالص زي ما انتم شايفين معايا، بس على طول من اقل لمسة بيحرك العربية مع الدفع الرباعي طبعا اللي بيساعده، فالتوجيه يعني بيرفكت. نيجي لنقطة العزل في العربية وجودة التقفيل عموما، كعزل اهتزازات او عزل ارضي سواء جايب الارض وعزل هواء وصوت. فالعزل نبتدي بالاهتزازات. طبعا العربية ما فيهاش اي نوع من انواع الاهتزازات خالص، خصوصا الفتيس سي في تي مش بيعمل رقراقة او حاجة في العربية وهي واقفة وهي ماشية، فمش زي مثلا دول كلتش في الاول او الفتايس دي يعني. ده بالنسبة للاهتزازات. بالنسبة للعزل الارضي انا سامع صوت كاوتش شوية، ودي حاجة غريبة خصوصا ان الكاوتش مقاسه مش كبير، ولكن مش مضايقني يعني، انا مش قاعد متعصب منه، لا بالعكس سامعه كل حاجة، بس يعني برضه شغال معايا مش متضايق. وطبعا علشان التقفيل اللي احنا شفناه مع بعض في البيبان في التابلو هنا، كل اللي فوق ده كل حاجة قدامكم جلد وعليها الاستيتش الاورنج، واللي هنا ده تريم اللي هو الالومنيوم اللي هو شبه الالومنيوم في الباب زي ما انا وريته لما كنت بوريكم الباب اللي قدام، وسطي الشاشة والجلد مكمل بقى في النفق جلد في كل حتة في العربية. التقفيل يعني التقفيل ممتاز في العربية ومفيش أي تزييت خالص. بالنسبة لعزل الهواء أنا شايف إن هو كويس جدا في الفئة دي بالذات، خصوصا يعني مع السرعات لحد مثلا 140-150 زي ما هنشوف مع بعض. لا كويس جدا 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 كمان. طبعا زي ما انتم شايفين معايا المنحنى ده بيبين قوي قد ايه العربيه ثابته، ويعني ما فيهاش اي نوع من انواع الاندر ستير خالص، مش عايزه تاخدني تهدفني مثلا في الهيت ولا حاجه، لا ماسكه نفسها خالص مع النازله والطالعه زي ما احنا لسه قاعدين دلوقتي ولا اي حاجه، تقريبا دلوقتي ماشي على 70 80. لا العربيه ثابته جدا. طبعا زي ما انتم شايفين معانا كده دايس على الاخر، طبعا العربيه مش عايزه تجيب سرعات خالص، هي مثلا لحد ال 100
الفرامل بتاعه العربيه يعني ما شاء الله عليها حرفيا. انا كنت لسه من شويه كنت ماشي يعني بسرعه شويه وجيت افرمل راس شويه على الدواسه كنت هلبس في الستيرنج. بجد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الفرامل بجد تحفه. مسكنا مسكسين الفرون بجد ما شاء الله بجد رهيبه. انا كنت على 100 دلوقتي بقت 60 في لمسه. فلا بجد ما شاء الله. طبعا يا جماعه يعني العربيه هي ما فيهاش عيب قاتل خالص. انا ما اقدرش اقول ان هي فيها عيب. لا يا جماعه ما حدش يشتريها. لا العربيه ممتازه يعني هي جايبه لك كل حاجه انت عايزها، ثبات وامان وراحه. العربيه مريحه زي ما قلت لكم، بتمتص النار كويس، العزل بتاعها مقبول جدا يعني انا شايف ان هو كويس جدا كمان حتى مش مقبول. فيها اوبشنز حلوه بس يعتبر ايه يعني في حاجات كتير ملهاش لازمه ناقصه زي ما انا هقولها لكم. عندك مثلا مفيش تكييف خلفي ومفيش اي وصلات يو اس بي خالص زي ما انا قلت، ولما كنت بجرب لكم مساحات صحراء ورا فدي مش حلوه. بالنسبه برضو الكاميرا بتاعت العربيه زي ما انا قلت في الاول خالص، الكاميرا بتاعت العربيه كلها شبرت. العربيه دي يعني ماشيه حاليا بتاع 10,000 كيلو ولا حاجه، فهي ليه اتشبرت ازاي ما اعرفش، يعني مش عارف المايه دخلت لها ازاي اصلا، دي حاجه غريبه. ويعني انا ما اظنش ان هي في عربيات تانية الله اعلم، بس يعني ممكن كده لو حد معاه سوبارو اكس في جديده 21 يقول لنا لو برضه عنده مشكله في الكاميرا. وبرضه طالما اتكلمنا مع الكاميرا فمفيش اي نوع من انواع السنسورز خالص، سواء بقى امامي خلفي مفيش خالص. هتتحرم من صوت الديب ديب بتاعت السنسور دي. وبرضه الكرسي اللي انا قاعد عليه يعني انا مش هقول شقه، بس هو يعني بقى فيه خطوط غريبه كده تعريقات، هو شويه وهيشقق وشويه وهيتقطع، ودي حاجه غريبه. وزي ما انا قلت العربيه ماشيه 10,000 كيلو تقريبا، اللي هو مش حاجه يعني عشان يبدا يحصل الكلام ده، خصوصا اصلا ان التقفيل بتاع العربيه زي ما انا قلت هو ممتاز، اللي هو الكرسي ليه كده. وكمان الكرسي الكهرباء اللي انا قاعد عليه كمان بس ما فيهوش ميموري او كده، وما فيهوش برده دعم قطنيه، فاللي هو الكرسي يعني فيه اوبشنز يعني اللي هو ليه بقى على الجلد ويبدا يشقق وحاجات غريبه. يعني انا متاكد برده ان ده شيء غريب. يعني لو برده حد معاه سوبارو اكس في وبدا برده الكرسي يعمل منه، يا ريت برده يكتب في الكومنتس عشان برده يفيد الملاك او اي حد عايز يجيب العربيه. طبعا في حاجات بقى ناقصه زي ما انا قلت، هي مش عيوب ما اقدرش اقول عليها عيوب خالص، هي المفروض تبقى موجوده بس هي مش موجوده. ليه برضو ما مش عارفين هقول لكم، بس مثال بسيط قوي الازازين اللي ورا مثلا. اي عربيه جديده دلوقتي هتجيبها ان شاء الله لو يعني اي حاجه هتلاقي الازاز كله هيبقى اوتو في النازل وفي الطالع، اللي هو لمسه واحده ينزل ولمسه واحده برضو يطلع. الازازين اللي ورا مش كده، سواء بقى من عندي في الكنترول هنا او من الباب ورا من الباب نفسه، ده برضو حاجه غريبه. مرايات ضم وكهرباء وفيها اشارات وفيها كل حاجه، بس مش بتضم مع السمارت اكسس بتاع العربيه. العربيه فيها ستارت ستوب انجن والسمارت انتري من سمارت اكسس العربيه من المقبض، تحط ايدك على المقبض تفتح. المفروض المرايات تقفل مع القفله وتفتح مع الفتحه، لا مش موجود، لازم هنا بالزرار ادوس تقوم قافله، ادوس تقوم فاتحه، انما غير كده مش هتقفل ومش تفتح مع الريموت او مع السمارت اكسس. ودي حاجه غريبه طالما هي موجوده خلاص تحطها مع السمارت اكسس. برده حاجه برده من الحاجات الغريبه اللي المفروض تبقى موجوده، مفيش تعتيم هنا في النص. وبرده في زي ما قلت لكم شفتوا يا جماعه ده الاي سايت بيديني تحذير ان المساحه من عمال قدامي مسافه قربت قوي. ما شاء الله العربيه فيها اوبشنز كتير والله. نقف بقى على الهيافه، مش موجوده دي اليابان، ده الياباني. ولا في تعتيم هنا ولا في الجناب، وحتى مش مديني السلايدر ده اللي هو الزرار من ايام الفايات ده، مش موجود ليه برضو مش عارفين. ومفيش امبيت لايت خالص، سواء بقى في التابلو في الباب اللي قدام باب اللي ورا مفيش،
اللمط كلها صفراء، دي حاجه غريبه. هو مش عيب برضو، كلها حاجات يعني دلع شويه. ليه برضو مش موضوع يعني العربيه مش رخيصه يعني، فاللي هو حط لي اي حاجه حلل لي فلوس يعني بما معناها يعني. بس كده، ده كل حاجه بخصوص سوبارو اكس في. كل اللي انا قلته ده يعني زي ما انا قلت هو ما احتسبش عيب، هي كانت المفروض تبقى موجودة، بس يعني الحمد لله نحمد ربنا ان الحاجات الثبات والكلام ده موجود. بس وشوفوا انتوا عايزين نصور عربية ايه، اكتبوا لنا في الكومنتس، وما تنسوش لايك وسبسكرايب، واشوفكم فيديو